الفرح المسيحي. الفرح، البهجة، السرور، مسميات يبحث كل البشر عنها، وهي احتياج حقيقي لكل واحد. فالقدر والحزن يعوقان الحياة، والأمثلة على ذلك كثيرة. لكن المشكلة الكبرى هي أين يبحث الإنسان عن السعادة والفرح؟ إننا منذ البدايات نرى قايين المطرود من محضر الله يبني لنفسه مدينة ليوجد لنفسه فيها سبلاً للرفاهية، ثم نرى من نسله من ينشغل بالتجارة والصناعة والشعر والغناء، وعلى نسقهم انشغل الناس جميعهم، فلاسفة وجهلاء، كبار وصغار، عظماء وأدنياء، في البحث عن السعادة بشتى الطرق، ونادراً ما وجدوا ما ظنوه فرحاً سرعان ما زال، وانتهى الأمر إلى طريق مسدود. والرسول بولس في رسالة فيلبي يرسل لنا وصفه الفرح الحقيقي، إذ يكرر القول افرحوا في الرب، ويؤكد على أن هذا الفرح مستديم بقوله كل حين وأقول أيضاً افرحوا. فالله يريد الفرح للإنسان، ويكفي لندرك ذلك أن نتذكر أنه خلقه في جنة بعد إكمال كل الأرض وسلطه على الأرض، والأهم أنه أراده في شركة معه يسر قلبه من خلالها. لكن مشكلة الإنسان أنه يبحث عن الفرح بالاستقلال عن الله. قال القديس أغسطينوس: يا الله، لقد خلقتنا لذاتك، ونفوسنا لن تجد راحتها إلا فيك. فأرواحنا المخلوقة على صورة الله لا يمكن أن تجد فرحها في البعد عنه. إننا هنا نرى رسولاً في سجن وقيود يكتب لمؤمنين في ظروف صعبة من فقر وضيق واضطهاد، لكن رسالته تمتلئ بالفرح والبهجة والسرور. فما السر؟ قد تعلم أن يكون المسيح كل شيء بالنسبة له، وفيه وجد سعادته التي لا يوقفها الظروف مهما كانت.